بما انه يعني استاذه شيرين اشارت لنقطه توثيق الزواج، وهنا بقى دور المأذون. تمام. الى اي مدى المأذون في هذه الظاهره، في هذه المشكله استاذ اسلام، بيكون ليه دور او مش بيكون ليه دور؟ بالنسبة للمأذون، دور المأذون بيقتصر على عقد الزواج ما فوق سن ال 18 سنة. أقل من 18 سنة غير مسموح لي قانونا، فبالتالي الموضوع بيبقى خارج إيد المأذون. أنا بالنسبة لي لما بيجي لي حالة أقل من 18 سنة بقول آسف ماليش، لأن القانون عندي بيقول 18 سنة. أيوه، هو ده اللي بيقوله القانون، لكن هل المأذون ممكن الأرض إنه يتجاوز القانون؟ هقول لحضرتك حاجة، مفيش شك اكيد ان في بعض المأذين، وده شيء وارد في اي مهنه، ان فيها الكويس وفيها الوحش، ده شيء طبيعي. لا، احنا مش بنتهم مهنه، احنا بس عايزين نوصل لدورهم في انه المشكله تكبر. بص اقول لحضرتك، وبالتالي نوصل بعد كده مع حضرتك للحلول بقى. للاسف احنا دورنا بيختصر على كلمه الرفض، اللي هو مش هكتب، لان انا عشان اكتب يبقى لازم سن 18 سنه. فبيضطروا يسيبوني ويروحوا لمأذون غيره. مش لمأذون، لا للاسف بقى القصه هتبقى اكبر من كده بكتير، لان الموضوع بقى بيتجهوا الى محامين، انا اسف، ائمه وخطباء في المساجد، اللي هم بيعملوا الايجاب والقبول والاشهار، اللي بيه زي ما الاستاذ شيرين بتتكلم ان هو الاب بيجوز بنته بايصال امانه على اساس ان هو يوصل، لما توصل لسن ال 18 بيقول لنا نعمل لهم حاجه اسمها تصادق على زواج. انا كمأذون بستلم دفتر اسمه دفتر التصادق. دفتر التصادق ده بثبت فيه الحالات اللي تم الزواج ما دون السن، بس لما توصل سن 18، يعني النهارده الزوجه وصلت سن 18 سنه، النهارده تاريخ النهارده 1/10/2017، من حق النهارده ان انا اثبت لها الزواج بالتاريخ القديم، اللي هي ممكن تكون دخلت من سنتين، من سنه ونص، من ثلاث سنين، اوريدي هيبقى عندها اطفال. فطبعا لو عملت عقد زواج امال الطفل ده جه ازاي؟ فلازم نعمل حاجه اسمها تصادق في الفتره ما بين الزواج. والتصادق ده اجراء قانوني، قانوني طبعا، دفتر قانوني انا بستلم. ومن هنا بقى من بعد هذا الاجراء بتثبت رسميا انها اتجوزت. جميل. نتكلم في الاخطر بقى زي ما استاذ شيرين بتتكلم، اللي هي ما بين الزواج ووصولها للسن، بما ان ده قيام زوجيه فوارد جدا يحصل مشاكل ما بين الزوج والزوجه، لان طبعا ما دون السن يعني لا فكر ولا عقل ولا اي حاجه. لا، معلش، ما تجاوز نقطه المأذون مره تانية. هل من الممكن انه الاب مثلا يدي شهادات مزوره للمأذون بانها تمت السن، يسننها مثلا او حاجه زي كده، يقول مثلا شهاده الميلاد ضاعت والله وهنسننها عند جميل. واحد هو فاسد، هو كمان اخذ فلوس، اداله شهاده مزوره انها عندها 18 سنه والمأذون بيجوز. جميل. قبل ما القانون ينزل بتاريخ 15/6/2008 تم الغاء التسنين. تم الغاء التسنين، فبالتالي موضوع التسنين اتلغى خلاص، فما فيش مجال، يعني هما برضو قفلوا الباب دوت عشان ما يبقاش مجال. المأذون ملوش حجه، ملوش حجه، يا عارف يا مش عارف بالظبط، او متواطئ او لا بالظبط. فبالتالي ان هو لما انا بقول لا، زي ما بقول لحضرتك، ما بين الزواج وما بين 18 سنه الخلافات اللي بتحصل، فبالتالي بتحصل المهازل والكوارث اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي البنت بتطرد على بيت ابوها ونعيش مع بعض في محاكم ونعيش مع بعض في قضايا بالسنوات. وهي يا فندم في هذه الفتره ايا كانت المشكله هي ما تقدرش تثبت انها متزوجه، مفيش ما يثبت اي صلات الامانه دي ولا حاجه ولا حق. طب ما اصل وصل امانه، وهو زي ما الاستاذ شيرين بتقول، هو ممكن يكون بمضيه على وصل امانه، هي كمان مش بمضيه على وصل امانه. يمكن الوقت في التقاضي او الوقت اللي بيتم فيه عمليه التقاضي وقت كبير قوي. يعني طب هي بتثبت الاطفال ازاي اذا كانش معاها وثيقه زواج؟ يعني ازاي تعمل لهم شهاده ميلاد الاطفال اللي جم قبل؟ المفروض ان هي بتستنى لما توصل سن ال 18، ما احنا بنثبت بالتاريخ القديم، فبناء على القسيمه اللي هي التصادق دي بتروح تثبت الطفل. لكن تقعد مثلا سنتين ثلاثه الولد ده ملوش اي هويه خالص، مش موجود في البلد خالص. طيب ده الكلام ده لو هم العيشه مستقره وان هم اوريدي عايشين ومفيش مشاكل. المشكله او الكارثه بتحصل لما يحصل خلاف، اللي هو الزوج يقول لك ما اعرفكيش، بيحصل. فبالتالي هي دلوقتي حقها ضايع ومفيش اي اثبات ليها، يبقى كان الافضل الموضوع ده يتم تجريمه، وانا اسف يعني الوالي او الوكيل لازم يخش طرف فيه، لازم يجرم، لازم يعاقب. هو القانون موجود بس اوريدي ما بيتفعلش، لو تم تفعيله واحد بس اتحبس شهر، الناس يعني ما كانتش عملت الكلام ده خالص، لان هما بعد ما بيدخلوا بيتجوزوا بيبقوا حلوين قوي وهم بره، بعد ما العيشه بتستمر يحصل المشاكل يبدا الخلاف يتم.
فبالتالي مفيش، لان احنا في بلد مستندات، انا عايز ورق، مفيش ورق. ناهيك ان ممكن يحصل ما بين الزواج لانها تتم السن، ممكن الزوج يتوفى كده خلاص بقى. انت متخيل، انت متخيل كده يعني خلاص الى الابد؟ انت متخيل حضرتك يعني ايه الطفل اللي جه ده ملوش؟ لا هي، طب سيبك من الطفل، طب هي بقى بعد كده هتعيش، هتعيش هتتجوز ازاي؟ بصفتها ايه، بكر ولا سايب؟ بكر لا طبعا. طب سايب فين المستند اللي هي سايب؟ مفيش مستند. فدي برضو من ضمن الكوارث اللي بتحصل، اللي احنا بنعيش فيها شبه يوميا. طب المأذون المخالف هنا بيبقى عارف انها دون السن ويعقد القران، بس يعني ما يكونش زواج رسمي؟ هو بيبقى زواج شرعي، هي قله طبعا قليله بتتم بتعمل كده، انما الغالبيه العظمى من اللي بيعمل المواضيع دي منتحل لصفه المأذين. لكن اقصد بيستند الى ايه؟ ما هو برضو في الاخر هو عايز يطلع لها وثيقه زواج، هيطلع لها ايه؟ مش هيطلع، مش هيقدر يطلع. هو بيقول لهم انا هطلع لكم قسيمه الجواز لما تبقى توصل السن، هيطلع على قسيمه منين؟ لكن برضو يعني اقصد الاجراء هنا بيتم الاجراء إيه؟ اجراء شرعي فقط لا غير، اجراء شرعي وليس رسمي. ان هي حضرتك ان بيتم في بعض منتحل لصفه المأذين بيستخدموا دفاتر مزوره. يمكن كنت بتكلم انا والاستاذ شيرين واحنا بره في قبل ما ندخل، الموضوع ده بقى كارثه بجميع المقاييس، لازم يبقى ليه حل. النهارده احنا 4816 مأذون في قدهم منتحل لصفه مأذين رسميين وبيشتغلوا، بيشتغلوا ب 4816 في قدهم سمسره ومنتحل لصفه مأذين وبيشتغلوا بدفاتر مزوره ومختومه. يعني كنا بنتكلم ازاي نتحقق من ده؟ ما هي ده المفروض، ما هو ده بقى اللي بيقع على الاهل والاسره، ما يتعاملوش الا مع مأذون رسمي. مش كل واحد ده، لسه الاستاذ شيرين بتقول ان كان في واحد سوابق راح قعد في منطقه، راح قعد في منطقه ان هو مأذون وتعرف ان هو مأذون، وده انه عايش يجوز الناس ويطلقهم بقسايم مزوره وكلام من ده. صح يا استاذه؟ وصلوا لغايه المحكمه مفيش حاجه، مفيش حاجه، مفيش اثبات. لان انا كمأذون لازم اسجل في المحكمه، بسجل في السجل المدني، مفيش كلام ده. هو بدون ورقه مختومه ملهاش اي اساس ولا اصل. طيب ايه هو زواج السنه قبل ما انتقل استاذه شيرين مره ثانيه؟ ايه زواج السنه ده؟ لا هي بتتكلم على الزواج المكتمل الاركان اللي بدون حفظ حقوق.